السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل إلى الدرس الثامن، وهو مد الصلة. طبعا صلة كبرى وصلة صغرى. عندنا كما تعودنا دائما نقوم بحل الأسئلة مباشرة. عرف مد الصلة الصغرى. طبعا هو مكتوب تعريفها هو أن تأتي هاء ضمير الغائب المفرد المذكر بين متحركين ليس الأخيرة منهما همزة. عندنا هنا حدد نوع الصلة الصغرى ومن الآيات، ومد الصلة الكبرى في الآية الكريمة. عندنا هنا وكذلك هنا وهنا وأيضا هنا. أما في السؤال ثالثا، وضح وجه الشبه بين المد الصلة الكبرى ومد الصلة المنفصلة. طبعا هنا مد الصلة الهمزة أن تأتي بعد الهاء في الكلمة التي تليها في مد الصلة الكبرى، والهمزة تأتي بعد حرف المد المنفصل في الكلمة التي تليها. رابعا، علل عدم انطباق قاعدة مد الصلة الكبرى في قوله تعالى واستغفروه. طبعا لأن الهاء سبقت بحرف ساكن، لأن الهاء سبقت بحرف ساكن. وهنا أقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثامن لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة، وشكرا لكم.